موضوع اليوم يجيني السؤال هذا غالبا من المراجعين الجدد اللي اول مره يبلشون معي، شلون ناكل كل هالاكل وراح نضعف وينزل وزننا؟ الاكل اللي قاعد تعطونا اياه بالتغذيه بالانظمه الغذائيه الصحيحه، مو الخرطي، مو الحرمان، مو الانظمه اللي هشك بالشك، فيها اكل وايد، معقوله راح اكل كل هالاكل واضعف؟ لا، وحاط لي مطاعم وشاورما وبرجر وكاكا واكل بيت واكل مطاعم. هل ممكن ان الانسان ياكل ويشبع ويضعف؟ هذا موضوع اليوم. اول معلومه بكم تعرفونها، عند زياره اي اخصائي تغذيه لازم تحط ببالك انت مو رايح الى نظام تقشف، انت مو رايح الى انظمه حرمان، انت رايح الى انظمه متوازنه علميه. اذا اخصائي تغذيه ودكتور تغذيه وشخص مختص في مجال التغذيه المحترمه، لان في تغذيه ادري تعتمد على الحرمان، في أخصائيين تغذية يعرفون الصح ويعطونكم حرمان، أنا أدري. ولكن أنا أقول إذا أنت رايح حق دكتور تثق فيه، أخصائي تغذية تثق فيه، حاس إن هذا الإنسان فاهم بالتغذية، المفروض نظامك الغذائي ما فيه حرمان، كمية الأكل اللي فيه حلوة مشبعة، فيها الأكل اللي أنت تحبه، ما يصير يجيب لك أكل من القمر يعطيك إياه يقول لك يبا هذا رجيمك، زين ما الرجيم هذا أنا ما آكله، الأكل هذا أنا ما آكله، لا بس لازم تاكله. شلون لا؟ أنا قاعد أمشي على لايف ستايل معين. انت لازم تشوف من نفس لايف ستايلي تعدل لي عليه بحيث ينزل وزني، من نفس لايف ستايلي مو نظام غذائي من القمر وتعال كل. هذه قاعده، اي دكتور او اخصائي تغذيه يعطيك نظام تقشف حرمان رجيم جايك من السماء ما له علاقه باكلك نهائيا اللي تاكله، اخذ الورقه اقرب زباله يمك قطها، واذا بعد الزباله اللي بمكتبه يكون افضل عشان يفهم. اذا تستحي تقطها بالزباله اللي بمكتبه، لما تطلع من باب مكتبة قطها بزبالة سكرتارية مكتبة أو زبالة استقبال مكتبة، أهم عشان يفهمون. طبيعي كلنا لازم نشعر بالجوع عشان ناكل، الجوع هو الرغبة في تناول الطعام، بدونها ما راح ناكل على شبع. بس الجوع اللي المفروض تحس فيه قبل الوجبة بنص ساعة، يعني قبل السناك بنص ساعة، قبل الوجبة الرئيسية بنص ساعة، قبل الغداء بنص ساعة، قبل العشاء بنص ساعة، هذا جوع طبيعي. طول اليوم طول اليوم يوعان، هذا جوع مو طبيعي، هذا النظام كبره خرطي. سبحانه وتعالى ليش خلق لك غريزة الجوع؟ لأن إذا انشالت منك غريزة الجوع راح تموت وانت يوعان وما تدري انك يوعان، فأحمد ربك على هالميزة. يعني واحد يقول لي احنا ليش واعى وليش الله عطانا الجوع، يوني مراجعين كذي، الله سبحانه وتعالى ما أعطاك الجوع عبث، انت لو ما تيوع تموت، انت لو ما تيوع نهائيا تموت يوع وانت ما تدري انك يوعان. أتمنى وصلت، لأن الموضوع وايد في يوع وتموت يوع. اساسا ليش تروح تاكل؟ مو تاكل استجابه لجوعك، مو تاكل عشان تسد جوعك، فالجوع رغبه طبيعيه عشان تاكل، ولا انت ليش تروح تاكل؟ ليش غلط اذا حسيت طول اليوم اني جوعان ومسكت نفسي؟ غلط، لان ماكو انسان بالدنيا يقدر يعيش طول اليوم جوعان ويمسك نفسه للابد. واحنا نقول النظام الغذائي نبي لايف ستايل، نبي للابد، نبي مستمر. ما راح يصير مستمر اذا بتظل طول يومك جوعان، يوم يومين اسبوع بالكثير اسبوعين، وبعدين ما فكرت بعدين؟ افهم من كلامك ان عادي رجيم او نظام غذائي ما تيوع او تيوع بنسبه بسيطه قبل الوجبه بنص ساعه وهذا يستمر معي طول العمر؟ اي نعم يستمر، لانك مو يوعان، لانك مستانس، لان الرجيم من نفس اكلك، ما يبنى اكل من القمر، ما يبنى اكل من السماء، نفس اكلك مرتب بس، هذا النظام الغذائي ماكو شيء ثاني. افهم من كلامك ان عادي نضعف واحنا شبعانين؟ اي 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 عادي، اي اي سمعوها، واللي يقول لك غير كذي ما يفتهم بالتغذيه اكثر. عادي تضعف وانت شبعان، بس لازم النظام صح، لازم الترتيب صح، لازم الاكل صح، لازم التوقيت صح، لازم الكميه صح، شبعان ما نختلف. الحلو اكثر بالموضوع ان النظام اللي يخليك شبعان او يعني جوعك متوسط او معتدل، وقبل نص ساعه قلنا تيوع طبيعي انك راح تيوع قبل نص ساعه من الوجبه، الحلو بهالنظام ان وزنك لما ينزل مستحيل يرجع، لانك قاعد تسوي لايف ستايل، نمط حياه، اسلوب حياه، فالوزن اللي ينزل ما يرجع خلاص للابد، باي باي. واذا سوينا نظام جوع واستحملنا ونطرنا، اوكي اوكي راح ينزل وزنك ترى باليوع، بس المشكله هي مو مشكله، هي اكثر مشكله، من اول مطب اول مشكله يرد الوزن يصعد، هذا رقم واحد، اول اجازه يرد الوزن يصعد، اول سفره يرد الوزن يصعد، فانت ما يصير حياتك ما تقدر تسافر، ما تقدر تروح اجازه، ما تقدر، والله رجيم تقشف، سافرت راح التقشف اخترب الرجيم زاد وزنك، لا وبشرك يرجع اكثر من قبل، يلا روح.
والله بالحسرة ننزل مراجعيننا 5-6 كيلو ونحافظ على هذا النزول. تقول لي بنزلهم واردهم بأول إجازة، بنزلهم واردهم بالسفرة، بنزلهم واردهم بأول تخريب بأول وجبة مفتوحة. 5 كيلو نزلناهم، تريد تصعد مرة ثانية؟ المعلومية الناس اللي تصعد وتنزل تصعد وتنزل تصعد وتنزل بالوزن، هذيل راح يجي وقت ما يقدرون ينزلون بالوزن أو نزولهم شبه مستحيل، صعب 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 حيل ينزلون بالوزن، اللي يسمونه يويو دايت. بأفهم من كلامك الأنظمة القاسية اللي تعتمد على الجوسينج وبس عصاير، وأنظمة اللي تعتمد على تقليل الأكل بصورة مرعبة عشان نزول الوزن، أنظمة مو زينة. أفهم من كلامك الأنظمة القاسية مو زينة؟ إي نعم مو زينة، وتضرك ما تفيدك إذا مو بالشورت تيرم، باللونج تيرم. أنا ما قاعد أتكلم على موضوع أسبوع، إحنا كلامنا أشهر سنين أسابيع مو يوم يومين. عيوننا خواتنا البنات الله يهداهم بس حافظين لنا قصص، ما عندهم إلا هالقصص، ما أدري ما يسامعينهم من سوالف الضحى. أنا عندي رفيجتي ما أدري شو اسمها، يحليلها سوت رجيم ونزلت بالوزن، لا رجيم تقشف ونزلت، مو نفس كلامك رجيم واستانست، بسم الله عليها استانست. إيش كثر المدة اللي سوت رجيم التقشف؟ هي حليلها شهر تقشف، وعقب الشهر لا يعني تالي سافرت بعدها رجعت من السفر وفلتها شوية، ايش صار على وزنها؟ والله ما ادري من زمان مو شايفتها، ما ادري الله هي، بس انا شفتها اخر مرة نزلت. ابدأ من دي ما ادري ما العقلية هذه خلاص خلاص خلاص، يرحم امكم خلاص، فكونا منها خلاص. احنا الخليجيين وايد فيها مناسبات، وايد فيها يمعات، وايد فيها سفر، وايد فيها طلعات، وايد فيها تجمعات. ما يصير تعيش برجيم يحرمك من كل شيء وتقعد بزاوية بالبيت ويمك صدر دياي وسلطة، ما يصير نظام كذي، ما يستمر، ماكو احد بالدنيا يستمر عليه. لا تقولي لي رفيجتي ورحت مني وشفت مني وتقشف، نطالع بعيد، ما نطالع الاسبوع اللي تقشفت فيه، نطالع بعد سنة من التقشف صار فيها، واللي تسوي نظام صح بعد سنة من النظام الصح شو يصير فيها؟ تشوف غير، هذه تستمر هذه ما تستمر، أم التقشف ما تستمر، اللي ما تقشف هي اللي تستمر. أم التقشف تلقاها كشة بروحها بزاوية وقاعد تأكل صدر دياي، ليه الحين قاعدة الحين بروحها الحين بالزاوية هذه وقاعد تأكل صدر دياي وسلطة، ما تقدر تطلع كشتها وهي بالسلطة مجابلة السلطة. أما ذيك تقدر تطلع تروح النادي، تروح مرفيجاتها يمعة زوارة عرس، لأن الحياة حلوة حتى كشتها مرتبة. قول كل اللي يسوون أنظمة قاسية غلط، إيه نعم غلط، واللي عنده غير هالكلام خلي يواجهني، خلي يقول في أحد يقدر يستمر على نظام قاسي أكثر من شهر شهرين ثلاثة؟ أبطال العالم بكروسفيت، أبطال العالم بالسباحة، أبطال العالم بالملاكمة، نظام غذائي متوازن ومعتدل مو تجويع. أبطال العالم هذيلة نعم خير، تجويع نعم. بنوصل بالخلاصة، الخلاصة الحمية الغذائية الصحيحة هي الحمية اللي تعلمك أخطائك وشلون تتجنبها، مو تغير أكلك، مو أكلك يمين تقول روح يسار، مو كذي. شنو أخطائي بالتغذية؟ شنو اللي قاعد يسمني؟ أعدله بس. الحمية الصحيحة فيها توازن، فيها كل شيء تشتهي تاكله، فيها أكل يشبعك، فيها كمية أكل حلوة، فيها مطاعم إذا تروح مطاعم، فيها كل بيت إذا تروح بيت، إذا تاكل بالبيت، فيها جمعية إذا تاكل بالجمعية، متوازنة معتدلة. ما في شيء اسمه ما يصير تأكل مطاعم، ما يصير تأكل ما أدري وين، ما يصير توازن، في توازن، في كمية محترمة، في أكل يشبع، ما تنغث، مو معناته أوه لازم أطفح، أنا ما قلت تطفح، أنا قلت تشبع، في فرق. متعرف شنو الأخطاء اللي بأكلك حاليا اللي تؤدي إلى زيادة وزنك الحالية؟ يعني أنت الحين قاعد يزيد وزنك، شنو الغلط بالموضوع؟ وين الغلط؟ صدت الغلط؟ نعدل الغلط وكمل طريقك، بس هذا اللي بنسوي، لا أكثر ولا أقل، نصيد الغلط ونقول لك عدله، هذا الغلط سوي له كذي، مو غير أكلك، مو أحب المانجا لا تأكل مانجا روح أكل برتقال، مو كذي، مو والله أبي أكل برجر مرة مرتين بالأسبوع لا 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 تأكل برجر روح أكل سلطة، مو كذي، ماكو استمرارية إذا صار كذي. عند أي دكتور أو أخصائي تغذية فاهم بشغله، عارف قاعد يسوي بدنيته، راح يسوي لك نظام غذائي من نفس أكلك بس متصلح متعدل، فينزل وزنك من نفس أكلك، ينزل وزنك من
البرجر والكاكاو والبطاطا اللي تحبها بس بترتيب بكمية معينة بترتيب معين، ولا إفراط ولا تفريط، بتدال بتوازن كل شيء أوكي، كل شيء الله سبحانه وتعالى قال حلال ممكن تدخله بنظامك الغذائي. نعم نعم شغلات بسيطة جدا 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 نقول لكم واخروا عنها، جدا تنعد أصابع الإيد واحدة، يعني واخروا عن المرتدلة، واخروا عن النقانق، واخروا عن مثلا الهوت دوغ، الأمور اللحوم المصنعة بس، المايونيز واخروا عنه. ليش توخر؟ لأنه كله دهون، ما تبي توخر يبقى قلل بس، يعني بتموت إذا وخرت عن مرتدلة ونقانق ومايونيز، بس بس ماكو شيء ثاني، وخرت عنهم زاك الله خير، روحك اللي تبي. مرة ركزت على موضوع أنه ماكو حرمان، يشبع مريح نفسيا مريح لك، هذا اللي يستمر معك، هذا اللي نسميه لايف ستايل، هذا اللي نسميه نظام غذائي صحي علمي، مو الخرابيط اللي قاعد تسوونها. وصلت؟ مك لازم يركز على أخطائك ويصلحها، يعني مسألة تعديل سلوك، شنو أخطائي اللي أسويها اللي قاعد تؤدي إلى زيادة وزني، أعدلها بحيث نفس النظام أو نفس أكلي نزل وزني، بس بتعديلات سلوكية بسيطة، حتى مو وايد عشان لا تنصدم من دنيتك وتقولي بابا لها نظام. المايونيز اللي ذكرته مساعة، أذكر قصة صارت لي مع أحد مراجعيني، شافني في أحد المجمعات قال لي تعال تعال أبي أوريك شنو أطلب، كله من تعليماتك كله من بركاتك. قلت له يلا توكل على الله. رحت وياه، كان يطلب من مطعم مثل فاهيتا، يحطون العادة الفاهيتا يحطون فيها مايونيز، شفت المنيو، كان يقول ها الفاهيتا بدون مايونيز، اثنين فاهيتا بدون مايونيز. قلت له والله كفو عليك، بطل بطل سبع تفتهم على تعليماتي. كان يساسر اللي يسوي الفاهيتا، ساسر ما ادري ايش قال، كان يقول اه يعني البطاط زي كل مره، كل مره مال الفاهيته اللي يسوي فاهيته قال حقها المره، اقول اي زي كل مره. جاب اثنين فاهيته حجم صغير اوكي تمام، البطاط جابه متروس مايونيز ومتروس كاتشب. كان اقول له الحين انت قاعد تمشي على تعليماتي ان ماكو بالفاهيته مايونيز، شكو البطاط في مايونيز؟ والله البطاط ما ينبلع ما ينوكل الا بمايونيز ولا بدونه ما. الحين شايل شوية مايونيز اللي بالفاهيتة مغرق لي البطاط مايونيز؟ نعم خير هالحركة بعد، شنو هذا؟ ايش صاير؟ لازم نحافظ على ضغط الدم بقدر المستطاع، فخلنا نوقف هنا، تصبحون على خير، بس نوقف نوقف.